الأستاذ أسامة مشالي، شقيق الراحل الكبير العظيم دكتور محمد مشالي، معايا دلوقتي على التليفون. أستاذ أسامة، عظم الله أجركم في وفاة الدكتور محمد مشالي. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، اهلا بيك، ربنا يرحمه ان شاء الله. أستاذ أسامة، يعني هل كان الراحل يعني يعاني مرض ما يعني؟ لا يا فندم، لا لا خالص، هو كان بيعاني من المجهود الزائد وما كانش بيدي نفسه راحه، لانه كان مسخر حياته كلها في خدمه الغلابه. هو طبيب الغلابه معروف يعني، في سواء في طبعا بلدنا او في طنطا او في مصر او في الدول العربيه كلها، هو طبيب الغلابه يعني. فكان هو كل ما في الامر كان طبعا ما بيديش نفسه الراحه الكافيه. هو اول يوم ما يحضرش ما يذهبش العمل في العياده، هو فقط امبارح اول يوم من تاريخه بالكامل ما يحضرش. هو ده كان اليوم اللي طبعا فارق في الحياه، نتيجه ان هو حب يريح يعني، اصيب بتعب كده وارهاق زائد ما توفاه الله يعني، ربنا يرحمه، ما يتوجعنا يا رب ان الله شاء الله. يرحمه. طبعا احنا شايفين على السوشيال ميديا وشايفين الناس يعني الكلمات الطيبة اللي بتكتبها وتعبير تلقائي من تمام الناس عن حبها لهذا الرجل. اعتقد تمام انه هذه يعني ربما نتيجة يعني اعماله العظيمة ورحلته وكفاحه، وانه وهب وقته للناس. انتم والله شاعرين بحب الناس له يا استاذ طبعا يا اسامه. فندم. النهارده شفناه بالذات في الجنازه وفي الدفنه بتاعته بالاعداد الكبيره جدا اللي توصل لبلدنا ويحضروا معانا الدفنه بهذا. ده طبعا جزء من سمعته واللي هو اداه للناس كلها من تعبه وصحته. ويكفينا بس هو يعني هدف حياته الاساسي الاهتمام بالغلابه، ما عندوش هدف في حياته غير كده ابدا. ولذلك ربنا كرمه والحمد لله يعني، في اولاده ما شاء الله 3 اولاد مهندسين، وربنا كرمهم وربنا يحفظهم يا رب ان شاء الله. فهو كان يعني ربنا كافئه في ارضه في دنيته، وان شاء الله في اخرته يكون مسواه الجنه باذن الله تعالى. بإذن الله. أستاذ أسامة، إيه اللي أكتر حاجة بتتذكرها عن محمد مشالي الشقيق، يعني مش الطبيب؟ الشقيق هو دايما يعني زي والدي الله يرحمه، كان دايما بيزرع فينا حب الناس، وقلنا ان الواحد ما يتاخرش عن خدمه الناس، ودي اهم، والعمل الجاد. ودايما كان يوصي بان اي حد يسترجئك او يجيرك في اي خدمه طالما انت متاح يبقى لازم تقدم الايه الخدمه المناسبه، طالما ما فيش فيها مخالفات لاي حاجه بهذا المضمون. دي كانت هدفه اللي كان بيزرعه فينا، ونحن ان شاء الله برضو اتعلمنا منه كتير، ربنا يرحمنا رب ان شاء الله. يعني في طلب معين، أمنية معينة، يمكن إطلاق اسمه على شارع؟ بالظبط يا فندم، هي دي الأمنية طبعا. هو يعني تخليدا لذكراه طبعا، لو اسمه أطلق على مستوصف طبي أو مركز طبي، أو يعني إن هو طبعا يعني الدكتور محمد مشالي أخويا معروف وسمعته سابقاه دايما. فأنا بقول لو في حاجة تطلق لهذا الكلام تبقى لذكراه يعني، حتى إحنا يبقى إيه يعني اسم أخونا موجود لسه، أسره موجود معانا في الدنيا لسه يعني. هو دي الأمنية يعني. لسه الزملاء بيقولوا لي انه نادي الزمالك يعني الاستاذ مختار مرتضى منصور قرر عمل انه له، يطلق اسمه على منشأة من المنشآت يعني. والله انا المعلومه دي الحمد لله بعرفها من حضرتك لاول مره، وده برضه الحمد لله يعني، دي برضه يمكن ربنا بيكافئه بعد ما توفى، انما برضه هو يستحق اعتقد يعني، مش عشان اخويا انا بحكم ان انا قريب منه، بالتأكيد يستحق يستحق، ربنا يكافئه ان شاء الله. بالتأكيد يستحق. شكرا جزيلا، والبقاء لله. الاستاذ اسامه مشالي، شقيق الدكتور محمد مشالي، طبيب الغلابة.